الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو المقطع 47 بعد 100 في مجال الإحصاء الاستدلالي Inferential Statistics تحت عنوان تجربة برنولي برنولي ترايل. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبة الطلاب والمتابعين لهذه القناة التعليمية في أرجاء وطن العربي وبقية أقطاع العالم، وعلى بركة الله نبدأ. تجربة برنولي برنولي ترايل، قدمنا في مقطع سابق مفهوم القيمة المتوقعة والتباين للمتغير العشوائي Expected Value and Variance of a Random Variable، وأتينا على تفاصيل حول طريقة احتسابهما، احتساب القيمة المتوقعة Expected Value واحتساب التباين Variance of a Random Variable للمتغير العشوائي. سنقدم بإذن الله تعالى في هذا المقطع المبادئ الأساسية لتجربة برنولي برنولي ترايل، باعتبار هذه التجربة باعتبارها أساسا لكثير من قوانين الاحتمال الأكثر استعمالا. تعرف تجربة برنولي برنولي ترايل بأنها تجربة إحصائية يتكون فضاء عينتها sample space، أو فضاء العينة لهذه التجربة sample space، أي نتائجها الممكنة فقط تتكون من عنصرين فقط، هما النجاح أو الفشل success or failure. النتيجتان النجاح والفشل success or failure مستقلتان independent عن بعضهما بعضا، أي أن تحقق إحداهما لا يؤثر على تحقق أو عدم تحقق الأخرى. إذا تحقق أو بمعنى آخر وقوع هذا الحدث أو عدم وقوعه لا يؤثر على وقوع أو عدم وقوع الحدث الآخر. من الأمثلة على تجربة برنولي وهي كثيرة الاستخدام في الاحتمال، تجربة رمي قطعة النقد التي يتكون فضاء العينة لها فضاء عينتها sample space من احتمالين فقط، هما صورة اللي هي وجه أو head أو كتابة tail، أو القيمة صفر عفوا واحد للنجاح أو صفر للفشل. إذن فقط هناك احتمالان، إما نجاح أو فشل، واحد أو صفر، صورة في حالة رمينا يعني رمي قطعة النقل، صورة اللي هي الوجه أو الهد أو الكتابة. يمكن تعميم مثال رمي قطعة النقل على عدد كبير من الظواهر المشابهة. من أجل فهم ذلك دعنا نرمز لاحتمال النجاح وهي النتيجة المراد ظهورها أو النتيجة التي يرغب الباحث أن يراها أن يراها تظهر. يرمز لهذا النجاح بالرمز P والفشل بالرمز Q. فإن في هذه الحالة P زائد Q يساوي واحد صحيح اللي هو 100%. معنى ذلك بأن إذا الآن طرحنا من طرفي المعادلة هذه P، بالتالي يكون 1 ناقص P يساوي Q. إذن يعني Q تساوي 1 ناقص P و P تساوي 1 ناقص Q. تتميز هذه التجربة بخاصيتين أساسيتين، هما واحد، مهما كان عدد التجارب لرمي قطعة النقل مثلا التي تجرى، فإن احتمال حدث النجاح أو حدث الفشل يبقى ثابتا. إذا افترضنا على سبيل المثال بأن احتمال ظهور الوجه 50%، وما يعني بأن ظهور أو احتمال ظهور الكتاب يكون 50%، هنا 50% بيكون الاحتمال ثابت. الخاصية الثانية، الأحداث المتتالية مستقلة عن بعضها البعض، أي أن وقوع أحد هذه الأحداث لا يؤثر بوقوع أو عدم وقوع الحدث الآخر كما ذكرت قبل قليل. مثال توضيحي، دعنا نوضح تجربة بالرسم البياني كما يأتي. رميت قطعة نقد مرتين، إذن الآن عدد المرات التي رميت بها قطعة نقد مرتين، ما يعني بأن هناك 4 احتمالات. هي هذه الـ H ترمز إلى الـ Head اللي هي صورة، إذا صورة 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 كتابة كتابة صورة صورة كتابة كتابة، هذا اللي هي صورة صورة، هذه صورة كتابة، هذه كتابة صورة، وهذه كتابة كتابة. هذا الآن الرسم البياني التوضيح الذي ذكرته. لنفترض أنه على المحور الأفقي عندي صورة كتابة، على المحور العمودي صورة كتابة، ما يعني بأن الاحتمالات ستكون كما يلي: صورة
صورة صورة كتابة صورة 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 كتابة. والاحتمال الآخر اللي هو على المحور الأفقي صورة كتابة وعلى المحور العمودي صورة كتابة بالرسم المقابل هنا، فبكون عندي كتابة صورة كتابة كتابة. إذن صورة 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 كتابة كتابة صورة كتابة كتابة. نستكمل المثال. أي أن عدد نقاط العينة اللي هي sample points التي تشكل فضاء العينة sample space هو كما يلي. الآن S sample space اختصار الS يعني اختصار sample space أو فضاء العينة تساوي الآن هناك احتمالان وجهان اللي هو صورة أو كتابة. والسؤال كم مرة رميت قطعة النقد، مرة أو مرتين أو ثلاثة؟ في هذه الحالة مرتين، إذا 2 تربيع يساوي 4 مرات، إذا هناك 4 احتمالات كما ذكرتها قبل قليل، سأعيدها حتى نتذكر اللي هي صورة 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 كتابة كتابة صورة كتابة كتابة. إذا S تساوي 2 تربيع يساوي 4. ولأن الأحداث مستقلة فإن احتمال الأحداث كما في الشكل اللي ذكرته قبل قليل رسمناه اللي عندي الآن بين هذا الشكل، إنه الاحتمالات ستكون كما يلي: صورة صورة كتابة صورة، عندي الآن كتابة صورة وكتابة كتابة. فالاحتمال يكون كما يلي: الآن احتمال أن يظهر وجهان، أن يظهر وجهان في هذه الحالة هو تساوي P في P يساوي P تربيع. احتمال أن يظهر وجه وكتابة P في Q. احتمال أن يظهر أن تظهر الكتابة ثم وجه عندي Q P. واحتمال أن تظهر كتابتان كتابة كتابة يساوي Q في Q تساوي Q تربيع. لو رميت قطعة النقد 3 مرات لتولدت 8 أحداث كما يأتي. الآن 8 أحداث لن أعيد قراءتها، لكن واضحة أنه الآن على سبيل المثال صورة 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 3 مرات، لكن هذا احتمال 1 من 8، وهكذا لبقية الاحتمالات. وبالتالي يكون عدد نقاط العينة sample points التي تشكل فضاء العينة sample space كما يلي: S تساوي 2 يعني الاحتمالان مرفوع لثلاث مرات اللي هي رميت قطعة النقد 3 مرات، ما يعني بيكون عدد عندي عدد النقاط التي تشكل فضاء العينة 8 نقاط. هذه واحدة، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة والثامنة. هذه الاحتمالات، ويمكن لأي متابع أو طالب أن يجربها ويستكشف على سبيل المثال بأن احتمال أن تظهر 3 وجوه صورة اللي هي صورة 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 أو 3 صور يساوي P تكعيب. وبالتالي إذا كان احتمال نصف اللي هو 50% بيكون بالحالة هاي نصف ضرب نصف ضرب نصف ويساوي 1/8 أو 8. وأترك يعني التمرين للطلبة أن يكملوه. الآن بناء على ما تقدم يمكن صياغة القانون الذي يتحكم بنتائج هذه التجربة على النحو التالي. الآن احتمال الحدث P للحدث X أنه يساوي T بالحالة هي يساوي P للقوة T مضروب في Q للقوة 1-T، حيث P احتمال النجاح و Q احتمال الفشل، حيث T إما بتساوي 0 أو 1 0 أو 1. فاحتمال النجاح حيث T تساوي 1 هو P of T تساوي 1 وتساوي P للقوة 1 مضروب في Q للقوة 1-1 وتساوي P. واحتمال الفشل حيث T تساوي 0 يساوي P of T تساوي 0 وتساوي P للقوة 0 مضروب في Q للقوة 1-0 وتساوي Q. وهذا القانون بطبيعته متقطع discrete، وهو من أبسط قوانين الاحتمال المعروفة. المتغير العشوائي الذي نتعامل معه هو النجاح، ظهور صورة الوجه مثلا أو عدد النجاحات المتحققة في تجربة أو في عدة تجارب واحتمال وقوعها، أي عدد الوجوه واحتمالاتها في هذه التجربة. طبعا مثال قانون برنول للتجربة: رميت قطعة نقد مرة واحدة، ما هو احتمال ظهور صورة اللي هو الوجه؟
أبسط يعني، هذا سؤال بسيط جدا. احتمال الحدث X إنه T تساوي واحد اللي هو وجه، يعني وجه واحد لأن مرة واحدة إذا وجه أو كتابة، فنجاح يساوي واحد وبالتالي يساوي نصف للقوة واحد مضروب في واحد ناقص نصف للقوة واحد ناقص واحد، وبالتالي هاي تذهب إلى هنا صفر للقوة صفر بتساوي واحد صحيح، ما يعني بأن الإجابة تساوي 50% وهو المتوقع، وهي ربما تكون أبسط مسألة في علوم الاحتمال. هناك قيمة متوقعة expected value للمتغير العشوائي X الناتج عن تجربة برنول، هي القيمة المتوقعة للنجاح يساوي صفر مضروب في الفشل زائد واحد مضروب في النجاح يساوي P اللي هي احتمال النجاح، وهي احتمال النجاح كما ذكرت. وللمتغير العشوائي X هذا تباين قيمتهم، هذا الآن سيجما سكوير لأكس اللي هو تباين المتغير العشوائي أكس يساوي القيمة المتوقعة لمربع أكس اللي هو بيكون واحد صحيح ناقص مربع المتوسط يساوي بي ناقص بي تربيع، إذا أخذنا عامل مشترك بي بيطلع عندي الجواب النهائي بي في واحد ناقص بي يساوي بي في كيو. إذن تباين المتغير العشوائي أكس هو حاصل ضرب النجاح، ضرب يعني احتمال النجاح في احتمال الإخفاق أو الفشل. الآن من هذا سنعرج على يعني بشكل بسيط جدا على قانون ذي الحدين، لأنه أصلا يعني نشأ من هذه التجربة لعدة مرات، تجربة برنولي لعدة مرات، سأوضح ذلك. يتضح من تعريف تجربة برنولي أن المتغير العشوائي X يساوي واحد نجاح أو صفر فشل ينشأ من محاولة واحدة لهذه التجربة ينتج عنها نجاح أو فشل. الآن إذا أعيدت التجربة لنون مرة لأن مرة، فإن المتغير العشوائي الناتج عن مجموع هذه التجارب المستقلة يخضع لقانون يسمى ذو الحدين (binomial law)، وهو معرف كما يلي: P للحدث X T تساوي، سأوضحها بمثال طبعا، تساوي الكومبينيشن أو ما يسمى بالتوافيق نون مرة أخذت T لكل مرة، يعني هنا عدد التجارب اللي هي لنفترض أنها رمينا قطعة نقد عدة مرات نون مرة، وسألنا سؤال كم مرة يظهر الوجه أو الكتابة، فالآن هنا عدد المرات التي رميت بها قطعة النقد، وهذا الآن السؤال اللي بيطرحه صاحب التجربة أنه كم عدد المرات التي ظهر بها الحدث كذا وكذا. بالحالة هاي combination of N أخذت T مرة مضروب في احتمال النجاح للقوة T مضروب في احتمال النجاح للقوة N ناقص T، حيث تساوي 0 1 2 3 حتى نون طبعا. طبعا هنا رسمة توضيحية عن هذا القانون، حيث هذا احتمال عدد النجاحات يساوي الكومبينيشن أو التوافيق نون أخذت تي مرة مضروب في احتمال النجاح القوة تي مضروب في احتمال الفشل القوة أن ناقص تي، حيث يساوي 0 1 2 وهنا طبعا احتمال الفشل. الآن مثال حساب الاحتمال باستخدام قانون ذي الحدين. المثال رميت قطعة نقد 5 مرات، إذا أن هنا 5، يعني رميت قطعة نقد 5 نقد 5 مرات، إذا أن تساوي 5، فما احتمال ظهور 3 أوجه؟ إذا تي تساوي 3. إذا افترضنا عفوا بأن احتمال النجاح ظهور الوجه هو نصف اللي هو 50%، فإن احتمال الفشل اللي هو ظهور الكتابة هو 1 ناقص 5 يساوي نصف اللي هو 50%. إذا الآن P احتمال T تساوي 3، الآن بعد سأعوّر عن هذه القيم طبعا المتغيرات، تساوي combination أو توافيق N أخذت T مرة مضروب في احتمال نجاح القوة T في احتمال الفشل للقوة N ناقص T، حيث T تساوي 0 1 2 3. الآن طبعا سؤالنا T 3 لأنه هنا رميت قطعتنا 5 مرات، فما احتمال ظهور 3 أوجه؟ إذن هون N تساوي 5 و T تساوي 3 ومنعوض طبعا، وبالتالي الإجابة بتكون P of X إنها تساوي 3
تساوي الكومبينيشن أو 5 مأخوذ 3 مرات مضروب في نصف للقوة 3 مضروب في نصف للقوة 5 ناقص 3 وتساوي 5 فاكتوريال مضروب الخمسة مقسم على مضروب الثلاث مضروب في مضروب 2 ضرب نصف اللي هو 50% مرفوع للقوة 5 وتساوي 10 مقسم على 32 والجواب النهائي بيكون 31.25%. احتمال أن يظهر ثلاثة أوجه من 5 مرات من قطعة النقد بتساوي 31.25%. إذا الآن التمثيل البياني المهم جدا، أرجو التدقيق في هذا الرسم البياني هنا، أنه عندي الآن الرسمة هاي بالخط الأزرق هذا أو باللون الأزرق، أنه عندي الاحتمال P احتمال النجاح يساوي 50% وعدد التجارب يساوي 20 مرة. لاحظوا أنه التماثل في التوزيع لكن النقاط بعيدة عن بعضها بعضا. في الخط اللون الأخضر هذا احتمال النجاح 70% لكن عدد التجارب يساوي 20، ليس هناك تماثل كما في الرسم الأول اللي هي باللون الأزرق. أما الرسم الأخير هنا المنحنى هذا الأخير المتقطع فاحتمال النجاح يساوي 50% وعدد المرات التي رميت أو أجريت بها التجربة 40 مرة، وبالتالي النقاط بتكون أقرب لبعضها بعضا. هنا تماثل واضح، هنا تماثل لكن النقاط بعيدة عن بعض البعض، هنا لا تماثل لأن هنا احتمال النجاح 7، فكلما ابتعد عن المنتصف بيكون عندي لا تماثل. أما إذا كان 50% احتمال النجاح 50% احتمال الفشل بيكون التماثل واضح. المقطع القادم بإذن الله، شكرا لكم على حسن متابعتكم. المقطع القادم بحول الله تعالى سيكون عن قانون ذو الحدين باينوميال لو بأمثلة وتفاصيل أكثر مما ذكرت قبل قليل، باعتباره من أهم، باعتبار هذا القانون اللهم باعتباره من أهم قوانين الاحتمال probability law. لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية والتعليق على المحتوى من أجل تعميم المعرفة بلغة الضاد لغة القرآن الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.